الطبيبة العامة بوديس وفاء صاحبة 29 ربيعا، امرأة حامل في شهرها الثامن، توفيت أثناء أداء واجبها الإنساني بمستشفى رأس الوادي لولاية برجوار ريج. وحسب مدير المناوبة الذي أكد أن وضعها حساس جدا وكان من المفروض أنها تخرج في عطلة. دفنا يعني زملاء الله يبقي عليهم ستر، ما خلوهاش هنا في السبيطار، تصلوا فيها استحفظوا بها، داروا يعني الماكسيمو تاعهم يعني بارك الله فيهم يعني قدرها رب العالمين كتبها ربي. لا اله الا الله ما عند رسول الله عندها طفله ودوزيها ما يدته في كرشة. خبر وفاة شهيدة الواجب الوطني وفاء بوديسة نزل كالصاعقة على أفراد عائلتها، في حين حمل زوج الطبيبة كامل المسؤولية لمدير مستشفى رأس الواد لتعنته من إعفاء زوجته من العمل وهي حامل. قالت لي ما نزيدش نولي، قلت لها خلينا ما قدرتيش تخدمي ما توليش أسيدي، خلينا من الخدمة هذه. قالت لي كيفاه نديرو، خفتي طيروا لي خبزي ولي ولي. كي ولات حاولت وراح بويها راحوا كل حاولوا، قال لهم ما خليهاش. تخدمي قالها منك من الناس. هدرا الاخره قالت لك انت الله يولي في قالت لعمتها انت الله يولي في بنتي وربيها كيما ربيتي بناتك وسمحوا لي هاك والله غير هاك. هي قالت لها لا هذا تموتي، هذا ما تموتي ما والو، يموت بالنهار وبالك ان شاء الله ربي لك ترتاحي وتخرجي وتربي بنتك وحدك وتربي ابنك وحدك. قالت لها الله الحد، قلت لها والله هذه الضربه غير تاع الموت. في انتظار فتح تحقيق في قضية وفاة الطبيبة وفاء، فما عسانا أن نقول رحم الله شهيدة الجيش الأبيض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.